كل واحد وكيفاش التقى نصفه الثاني. واليوم الثاني ديالنا خصصنا القصص الأزواج المشاركين حول لقائهم الأول وكيفاش بدأت قصص حبهم اللي انتهت بعقد قرانهم وانضمامهم لأسرة لالا العروسة. أنا اسمي محمد، ساكن حدا بعضياتنا، يعني إحنا ولاد دريبة وحدة وكنقراو بعضياتنا في الليسي وفي الكوليج، وعلاقتنا ما بدات ديك تقريبا فاش كنا كنقراو السيزيام. دابا وصلنا ثاني درنا السونتر صافي، ولينا نفكروا في الزواج، سالينا السونتر كملي لهم. قلت لهم ماما وبابا، قلت لهم شوفوا هاد السيد وري غنتزوج بيه، عاد تسناو شويه معاك، كنا شويه صغار، بقينا هكا بشويه بشويه تحسنت الاوضاع مع الخدمه ديال السي محمد. ومني خدم سي محمد تزوجنا وجيجا كنت على العروسه. انا وسلوى كنا كنتعرفوا من ايامات الابتدائي، كنا بحكم اننا كنقراو ديك الساعات، وكنا حتى حنا جيران قرابين لبعضياتنا، كنا ديك الساعات مجرد زملاء ديال الدراسه. فوقاش تلاقينا بالضبط؟ فوقاش تجمعنا في ايامات البكالوريا في 2009، كنا في واحد الجمعيه كنا كنديروا ندوات الليسي في مدارس ديك الساعات، وكانت هي كتراس الندوات. المهم فاش خطبني كان اسعد نار هذاك عندي، الحمد لله ودوزنا كلشي على خير وبخير، والحمد لله اي امنيه تمنيناها ربي الصراحه حققها لنا، لحقاش والله حتى كانت نيتنا زوينه بزاف، الحمد لله وتحمد الله ونشكروا على سي محمد. الكوب اللي تاع الاهتمام ديالنا بزاف هما الناس ديال ازرو، عندهم القصه ديالهم تقريبا بحالنا في التاريخ وكيفاش عرفوا على بعضياتهم. باش تعرفت مع شرف، اصلا شرف صديق العائله، كيجي عندنا بزاف في الدار ملي كنا صغار، تيلعب بالوند، كنت فين ما كنت كنمشي كنتبع، انا اصلا عزيز عليا الوند. واحد النهار في العيد الكبير جالسين مجمعين كاملين حنا والعائله، هو يعيط على ماما هي الاولى وبدا تيسرسب بواحد بواحد. ما بغيتش نقولها ليها، ما بغيتش نقولها ليها، حتى خليتها بوحدها في الصالون، جمعت ليها العائله ليكيب كامله اللي كانت معاها، جت عندها جت عندي البيت قلتها لهم، تقبلوا الخبر. وخولة انا اصلا ما كنتش متوقع بانها تقدر تقبلني، علاش؟ لان خولة من داك النوع اللي مرجل بهذا المعنى، هذه مرجل عز عليها، تلبس اللبس ديال الدراري، تحسن التحسينه ديال الدراري، كنقول ناري ناري حسن عواني، انا بعد انا متقنع هذه البنت هذه، ما عنديش كي ندير تنقنعها. القصه ديالي غنعاودها لكم بحال خرافه. كانت صديقه ديال الاخت، يعني كانت كتجي كدوز معها يعني مده طويله. راه لي واحد النهار غادي ندخل بارازار، دخلت للدار سلمت على مالي الدار، سلمت عليهم وانا وصل عندها بحال هكا سلمت عليها. الصراحه يعني الله جات عيني في عينها، يعني حسيت بشي حاجه تحركت فيا. ملي اتصلت بها كانت المفاجاه، تفاجات بزاف، جاتها بيزار داك النهار. ولكن ملي اتصل بيا انا ما عجبتنيش الفكره في الاول، لحقاش كنت صاحبه اختو وشويه غادي نولي مرات خوها، ولكن صراحه مع راسي كنقول مزيان، لحقاش انا اول نهار شفته عجبني، وليت كنمشي عند صاحبتي على حسابه وليت كنمشي، لا كنت كنمشي عندها جوج مرات في السيمانه، وليت كنمشي عندها يوميا. القصه ديالي مع مريم بدات صدفه. واحد النهار كنت غادي ماشي انا لفاس، ماشي على سعدي وعدي، ماشي نتاع الماستر. المهم مشيت كنسول تما واش كاين شي واحد اللي غنسولو، ما لقيت حتى شي واحد. واحد اللحظه انا تلفت وانا تبان لي مريم، جا عندي سولني قال لي واش كاين شي ماستر هنا، قلت له انا ما عارفاش، انا فقط كنت نتسنى واحد الخوف عادي نسولو، يا بقى عليا عافاك شنو واش هادي تيسولني. المهم كيدير لي السبب انه كيسولني، حتى اللي هو غادي قال لي عطيني نيميرو التليفون ديالك، قلت له لا، بقى تيلحق شي وسيله تواصل باش نبقى متواصلين انا وياك، عطيته فيسبوك باش يبعد مني. من بعد مهم بقيت كنحاول انا نزيد نلح عليها، بحكم انني طرحت عليها الكيستيون ديال الزواج، قمعتني في الاول، عاودت قمعتني اللحظه وانا نبلوكي في فيسبوك ونتهنى من النيت. صافي تما بلوكاتني، بقيت الله كريم. تالي المهم جا عيد كبير، قلت علاش لا، ان شاء الله نتفكرها ونشوف على الله كما ترجع المياه لمجاريها، ندير واحد لا ميزاجور علاش لا. تالي بديت كنرطب شي شويه والحمد لله في اييه في اللحظه فاش الفكره على مالي الدار. شهر جوج نهار تسعود درنا العقد ديالنا، وابخي بان البرنامج لالا العروسه وشاركنا وحنا معاكم دابا. وسكيما اتيغي بزاف في القصص اللي جاتني مختلفه، هي القصه ديال صحاب اكادير، فكرونا بناس زمان والتقاليد، وفرونشمون عجبتني بزاف. هو الاختيار كان من طرف الوالدين ديالي، صادف واحد النهار مشات كاع في الخدمه ديالها، وكان تما بدات القصه ديالي معاها. صراحه انا في الاول فاش كان جاني كان تيصحابني باللي جا غير في نطاق الخدمه، فعلا قضى الغرض اللي كان جا على ودو، ولكن ملي شافني قال لي عافاك بنتي وخا نسولك، قلت ليه ماشي مشكل، قال لي عافاك راه عندي واحد الولد في عمرو 26 عام كذا وكذا، عطاني المواصفات ديالو. الغد اللي جا هو ومرتو يعني متسامر،
جاو عندي وقالت لي نعطيها النمره ديال الوالده ديالي. والغد لي حددنا واحد الموعد مشينا تلاقينا فيه، ومن تما حددنا الموعد ديال الزواج. وهذا حنا عندنا واحد القصه ان بو سبيسيال. فاش كنا كنقراو في الكليه ديال الدار البيضاء، كان واحد النهار كانوا نظموا لنا واحد لو كاسينغ ديال لو تياتر. مني دزنا دزت انا في واحد المسرحيه ديجا اللي كنا غادي نلعبوها، كانت مسرحيه ديال ازميرالدا نوتر دام دو باري. دونك انايا لعبت لو رول ديال كلود فرولو، وازميرالدا نخليكم تهضر على راسها. سكيما اتي غيشي هو صراحه بزاف التربيه ديالو، حيت كانت عندنا واحد لاسين اللي واحد شويه فيها الزعامه، مي كنت في الزعامه من غادي سالي غادي يتصار وداك الشيء، مي لقيتو الصراحه مغادرو كبير بزاف وطريقه التفكير ديالهم مبدله بزاف. الوالد ديالها باقي نعقل كان قال لي واحد الكلمه ودايو غادي سير اوكازيون باش نقولها، قال لنا كلنا الحمد لله بدينا من الزيرو، وبشويه بشويه ربي راه كيبقى غادي وكيكمل على كل واحد بخير. وبيان سور الله من كيشوف شي واحد ناوي الحلال ما تيخايبوش. وانا بديت كندم عليكم. واللي تا انتباهي عاوتاني هما الناس ديال كازا، يعني لقاو صعيب الانسان باش يكون بغي كيبغي واحد الانسانه وهي ما كتبادلوش بنفس الاحساس، وفي الاخر يعني بمسرحيه كيبغيو بعضياتهم، وفي الاخر كيساليو بالزواج وكيشاركوا تا هما معنا في لالا العروس. القصص كانت مختلفه ونجحت انها تبدل جو المنافسه المشحون بجو من الالفه والانسجام بين المتبارين. خلتني هايم هايم في جروحي، علاش يا ظالم.